عاجل تعليق ناري مصري على تصريحات أبي أحمد، ننشر التفاصيل. وخبير مياه مصري بينشر مفاجأة عن منسوب مياه بحيرة سد النهضة، ننشر التفاصيل. وضابط مزيف بيسرق المواطنين بهذه الطرق، وتحرك عاجل من الداخلية المصرية. وفي مفاجأة كبرى شاهد ظهور الفنانة دلال عبد العزيز في عمل سينمائي بعد وفاتها. وشيخ الأزهر يفاجئ الجميع ويكشف عن سر علاقته القوية مع البابا فرانسيس. واتفاقا مصري فلسطيني مهم ومصيري، بننشر ليكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك الأخبار. لو أنت عاوز تجيلك الأخبار أولا بأول، اضغط على زرار أعجبني أو اللايك، واضغط أيضا على زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده إن شاء الله يخليك تشوف الأخبار الجديدة أولا بأول. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا هيغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. وصلونا الأكثر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وعاجل تعليق ناري مصري على تصريحات أبي أحمد، ننشر التفاصيل. قال خبير المياه المصري نادر نور الدين بيعلق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بخصوص حصة مصر في مياه نهر النيل، إن أثيوبيا هي من تحصل على النصيب الأسد. نادر نور الدين الخبير في المياه بيقول أن أثيوبيا هي من تحوز على نصيب الأسد من مياه نهر النيل. أشار في تصريحات لصحيفة RT إن أثيوبيا بتنكر ذلك، حيث تحصل على 40 مليار متر مكعب مياه ومخزون بحيرة تانا منبع النيل الأزرق، كما تحصل على 10 مليار متر مكعب مخزنة أمام سد تاكيزي المقام على نيل عطبرة بإجمالي 50 مليار متر مكعب من مياه النهر الجارية، ثم تحصل على 1000 مليار متر مكعب أمطار على منابع نهر النيل، وتعطي إثيوبيا 100 مليون رأسا من الثروة الحيوانية تستهلك مياه أعلاف وشرب فقط، ضعف حصتي مصر والسودان من مياه المنبع الإثيوبي. وتابع كما تعطي إثيوبيا إنتاجا كبيرا من الأغذية الأورجانيك والبن الأورجانيك تصدرها، وتتربع على قمة الدول المصدرة للأغذية الأورجانيك في إفريقيا. ورغم كل هذه الموارد تريد إثيوبيا الحصول على حصة إضافية من مياه النيل الأزرق تقدرها بنحو 15 مليار متر مكعب، كما تريد أن تخزن 75 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق أمام سد النهضة، بما يمثل أطماعا وجشعا لا مثيل له. وأوضح نور الدين ومع ذلك تدعي إثيوبيا أن لها حقوقا في مياه النيل الأزرق لا تحصل عليها، فأي منطق هذا؟ مصدر معانا كان من RT. هذا كان تعليقا ناريا من الأستاذ نادر نور الدين خبير المياه المصري لصحيفة RT. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إثيوبيا يعني ما تحوذه من المياه يقدر ب يعني 1200 مليار متر مكعب، ده لو جمعنا بالحسابات البسيطة كل ما يعني تمتلكه إثيوبيا من مياه، فهي بصل مصر والسودان في حصتهم. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وخبير مياه مصري بينشر مفاجأة عن منسوب مياه بحيرة سد النهضة. وعلق خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي على آخر مستجدات ملف سد النهضة. وقال خبير المياه في تصريح خاص لصحيفة RT: بدأ اليوم تراجع بحيرة سد النهضة من أعلى مستوى لها عند منسوب 579 مترا فوق سطح البحر طوال شهري أغسطس وسبتمبر نتيجة ارتفاع الفيضان بتخزين 10 مليارات متر مكعب، كما هو واضح في آخر صور فضائية من خلال حواف البحيرة التي تقل حدتها ووضوحها مع انخفاض معدل الأمطار في شهر اكتوبر عنه في اغسطس او سبتمبر. امطار اكتوبر حول المتوسط، ويبلغ فيه ايراد النيل الازرق حوالي 6.5 مليار متر مكعب. واضاف شراقي انه سوف يستمر انخفاض البحيرة تدريجيا الايام القادمة للوصول الى منسوب التخزين الثاني وهو 573 مترا باجمالي تخزين 8 مليار متر مكعب.
مصدر معانا كان من RT والدكتور عباس شراقي وضح أن منسوب مياه بحيرة سد النهضة يتراجع لصحيفة RT، كما هو موضح بالصورة التي ننشرها الآن لحضراتكم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وضابط مزيف يسرق المواطنين بهذه الطرق وتحرك عاجل من الداخلية المصرية. نشرت وسائل الإعلام المصرية قصة شاب في الثلاثينيات من عمره يقوم بسرقة المواطنين ليلا في شوارع منطقة المطرية والأماكن المجاورة لها بمسدس ولاسلكي لعبة. وأشارت إلى أن الشاب يجوب في شوارع منطقة المطرية والمناطق المجاورة لها بالقاهرة في ميكروباص أبيض ليلا، وشهرته البرنس جالسا في المقعد الأمامي بجوار سائق، وفي السيارة من الخلف ثلاثة آخرون بين الحين والآخر يحرك البرنس ذراعه من النافذة ممسكا بجهاز لاسلكي يعطي إشارة للسيارة العابرة بالتمهل. ويعد البرنس مسجل خطر سرقات توصل إلى فكرة جديدة لسرقة المواطنين في الشارع، حيث انتحل صفة ضابط واشترى مسدس صوت وكلبش بلاستيك ولاسلكي لعبة ومعاه أربع لصوص، أحدهم يقود السيارة الميكروباص والباقي في المقعد الخلفي. ووفقا لوسائل الإعلام المصرية أوقف البرنس مركبة توك توك خلال تجاوله بالسيارة، ثم سأل قائدها عن رخصه، وبعدها طلب من رفاقه تفتيشه فعثروا معه على مبلغ مالي ثم فروا هاربين بالسيارة. لم يجد سائق التوك توك سوى إبلاغ قسم شرطة المطرية الذي أعد كمينا وألقى القبض على المتهمين. التحريات ذكرت أنه تم التبليغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من سائق مركبة توك توك مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه خمسة أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولاذوا بالفرار بعد انتحال صفة ضابط شرطة. توصلت التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة. تم ضبط المتهمين أثناء ركوبهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على اثنين طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار وجهاز اتصال لاسلكي لعبة وكلبش بلاستيك مبلغ مالي. واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى. وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة. مصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى شاهد ظهور الفنانة دلال عبد العزيز في عمل سينمائي بعد وفاتها. كشف الفنان الشاب محمد الشرنوبي عن بوستر فيلمه الجديد فرق خبرة والذي تشاركه فيه الفنانة دلال عبد العزيز التي توفت في شهر أغسطس الماضي. وظهرت دلال عبد العزيز على بوستر الفيلم بجانب محمد الشرنوبي وهدى المفتي إذ انتهى تصويره قبل رحيلها. ونشر محمد شرنوبي صورة لبوستر الفيلم على حسابه الشخصي على موقع التبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، معلقا عليها بقوله: لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟ البوستر الرسمي الفيلم فرق خبرة، ويعد الفيلم البطولة المطلقة لمحمد الشرنوبي في عالم السينما، ويشاركه البطولة كل من هدى المفتي ومحمد البزاوي والراحلة دلال عبد العزيز وطه دسوقي، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب وإنتاج شركة فيلم كلينيك للمنتج محمد حفظي وشهي نازل عقاد. وكانت دلال عبد العزيز رحلت يوم 7 أغسطس الماضي عن عمر 61 سنة. المصدر معانا كان من RT، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وشيخ الأزهر يفاجئ الجميع ويكشف عن سر علاقته القوية مع البابا فرانسيس. كشف شيخ الأزهر أحمد الطيب ولأول مرة عن سر علاقته القوية مع البابا فرانسيس، وتحدث مع إذاعة الفاتيكان عن الحوار وحقوق المرأة في الإسلام. وفي بيان له في فيسبوك قال الأزهر الشريف: لأول مرة
شيخ الأزهر يجري حوارا إعلاميا مع إذاعة الفاتيكان لأول مرة. شيخ الأزهر يكشف لإذاعة الفاتيكان سر علاقته القوية مع البابا. شيخ الأزهر يتحدث مع إذاعة الفاتيكان عن الحوار وحقوق المرأة في الإسلام لأول مرة. شيخ الأزهر يكشف في حوار إذاعي أسباب عودة العلاقات مع الفاتيكان. وأضاف البيان: أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأول مرة حوارا إذاعيا مع إذاعة الفاتيكان يذاع مساء أمس الجمعة على هامش مشاركة فضيلته في قمة قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم والمنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، ويتحدث من خلاله عن العديد من القضايا المعاصرة وأبرز محطات علاقة الأزهر مع الفاتيكان. وأكمل يتناول اللقاء تاريخ العلاقات بين الأزهر والفاتيكان وأسس العلاقات بينهما وفترات توقفها وأسباب عودتها على يد فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرانسيس ومبادرات الأزهر للحوار مع الفاتيكان، موصيا كل من يريد أن يتعرف على تفاصيل القصة الكاملة بقراءة كتاب الإمام والبابا والطريق الصعب لمؤلفه المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للأخوة الإنسانية المستشار التشريعي السابق لشيخ الأزهر. البيان أشار إلى أن أحمد الطيب كشف خلال اللقاء الإذاعي عن تأثير نشأته في الأقصر على مسيرته الشخصية وطريقة قيادته لمؤسسة الأزهر الشريف وسر تمسكه بالحوار مع أتباع الرسالات السماوية. ولفت الأزهر إلى أن الإمام الأكبر تحدث خلال اللقاء عن حقوق المرأة في الإسلام والفرق بين الحقوق التي كلفها لها الإسلام في ظل بيئة يشكل الدين فيها أساساً لا يهتز في بناء الثقافة وأنماط الحياة، وبين حقوق صاغتها حضارات معاصرة وأعطتها للمرأة بعدما ضربت بأخلاق الدين ومشاعر الفطرة الإنسانية عرض الحائط. وأوضح البيان أن شيخ الأزهر يقوم بزيارة إلى إيطاليا منذ 3 أكتوبر، حضر خلالها قمتي قادة الأديان للتعلم والمناخ، وأجرى لقاءات متنوعة مع عدد من القيادات الدينية والشخصيات السياسية والرئيس الإيطالي والاجتماع الدولي الصلاة من أجل الإنسانية بحضور بابا الفاتيكان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك في إطار جولات فضيلة الإمام الأكبر الخارجية لنشر ثقافة الحوار والتعايش بين أتباع الرسالات السماوية وترسيخ الدور العالمي للأزهر الشريف في نشر السلام وإظهار الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام. مصدر معانا كان من RT. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نبتل مع بعض الخبر آخر: واتفاقا مصري فلسطيني مهم ومصيري. وقال رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة ناجي سرحان إن الوفد الحكومي المتواجد في القاهرة اتفق مع المسؤولين المصريين على جملة من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الإعمار وتسريعها. وأوضح أن من أبرز الأمور التي تم الاتفاق عليها البدء بالتحضير لإنشاء المدينة السكنية الأولى ضمن الملحة المصرية في المنطقة الأمريكية غرب حي العطاطرة في بيت لهيا، وذلك بعد انتهاء المخططات والتصاميم اللازمة لها، بالإضافة إلى إعادة إعمار شارع الرشيد الذي بدأ العمل فيه منذ 2 أسبوع تقريبا، وكذلك البدء في التحضير لإنشاء جسر فوق مفترق الشجاعية. وقال سرحان إن الوفد الحكومي عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين تم الاتفاق خلالها على تشغيل أكبر قدر من شركات المقاولات المحلية وإدخال كافة المواد اللازمة للإعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية من الباطون والأسفلت وخلافه وتقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال الأعمال عبر معبر رفح. وتوقع أن يتم طرح مناقصات العطاءات لتطوير شارع الرشيد في غضون الشهر الحالي. المصدر معنا كان من معنا. نتمنى يا رب الخير للشعب الفلسطيني بإذن الله، شعب شقيق وطيب لمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوف حضراتكم في فيديو جديد وأخبار جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.